يبقى معنا ضياء الناصري موفد التلفزيون العربي إلى كييف. ضياء أهلا بك. إذن بعد فترة أو شهر تقريبا من الراحة نوعا ما في كييف، هذه العاصمة تستفيق اليوم على قصف كثيف ومرعب ومخيف. كيف يبدو الوضع ميدانيا لديك ضياء؟ بالتأكيد هذا الموضوع يعني لم يرعب الأوكرانيين أو أهالي العاصمة فحسب، إنما أعاد الكثير من الحسابات لديهم. من كانوا يحزمون أمتعتهم للعودة إلى العاصمة تريثوا، ومن تواجدوا فيها بدأوا يفكرون بمغادرتها من جديد. يعني دخلت منذ يوم أمس العاصمة ضمن حسابات المعركة، ودخلت ضمن دائرة المناطق التي يمكن استهدافها، خصوصا وأن الرئيس الروسي بوتين قال بأن أي يعني مخازن للسلاح أو أي مجموعة سلاح تصل إلى أوكرانيا فإنها تعتبر هدفا للروس، خصوصا وأن الهدف من السلاح هو إطالة فترة الحرب، وهذا الأمر بالنسبة إلى روسيا هو مرفوض. فهو بالنتيجة يبحث عن كل الأماكن التي يتم تخزين فيها السلاح، وخصوصا السلاح الغربي الذي وصل مؤخرا إلى أوكرانيا. يوم أمس أعلن الروس بأنهم يعني استهدفوا مقرات لتخزين السلاح، وخصوصا دبابات T-72 ومدافع وبعض أنواع العتاد وما إلى ذلك. وكان يعني البعض بما فيهم الإدارة المحلية، عندما التقينا قبل 3 أيام نائب عمدة كييف كان يقول أن التحصينات العسكرية في كييف أصبحت مطمئنة إلى حد كبير، وكان يطمئن المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة ولا يمكن مهاجمة كييف لا بشهر ولا شهرين ولا 3 كما ورد نصا في حديثه لقناة العربي. بكل هذه المعطيات الآن الحسابات عادت من جديد وفتحت المعركة على مصراعيها. نعم، بالنسبة للرئيس الأوكراني كيف كانت ردود فعله بعد أن توقعت الحكومة الأوكرانية أن لن يتم قصف كييف على الأقل لمدة تصل إلى 3 أشهر، ثم تقصف من جديد العاصمة بالأمس وتتواصل تستفيق مرة أخرى اليوم كذلك على قصف آخر، أو يعني قصف عنيف ومكثف؟ الرئيس الأوكراني زيلينسكي هو عادة يغرد على كل شاردة وواردة، إلا هذا الموضوع لم يعلق عليه كثيرا، وإنما ذهب بعيدا، ذهب إلى خارج كييف، زار الجبهات في أكثر من مقاطعة في لوهانسك وفي زاباروجيا، وكما يعني غرد في على صفحته قال بأنه التقى الجنود وذهب إلى الخطوط الأمامية للجنود وخصوصا الضباط، وقدم لهم أشياء لا يمكن الإفصاح عنها. هو يحاول الإثارة الإعلامية ويحاول أخذ يعني أن يأخذ الرأي العام إلى مكانات أخرى غير الأسئلة الحقيقية المتاحة. وأيضا من جهة أخرى هو تهرب أو لم يعلق على ما حدث في العاصمة كييف، وحاول أن يقول بأن وضعه العسكري والميداني هو أفضل من السابق، وأن المعركة هم قادرون على حسمها خلال الفترات القادمة. نعم، ضياء الناصري كنت معنا مباشرة من كييف، شكرا جزيلا.